تعالوا نتعرف على آخر كواليس مهرجان العالمين الجديدة من زميلتنا فاطمة خليل اللي هتعرفنا آخر التفاصيل والأجواء هناك. مساء الخير يا فاطمة، وإيه الجديد عندك؟ إيه أهم الحاجات اللي حصلت النهاردة؟ مساء الخير عليك يا ليلى، ومساء الخير على كل متابعي ومشاهدي القناة الأولى وبرنامج العالمين. أنا دلوقتي في المنطقة الشاطئية والترفيهية، ورايا في الخلفية فرقة المنيا للفنون الشعبية اللي بتعرض عروضها المميزة، وكل يوم الحقيقة فرقة فنون شعبية تابعة لقصور الثقافة بتعرض عروضها هنا في المنطقة الترفيهية علشان لإسعاد طبعا الجمهور والزائرين في مهرجان العالمين. وكان قبلها عروض السيرك المتميزة جدا، وهنا على يميني كمان في المنطقة الشاطئية ملاعب البادل ومليئة بكل عشاء البادل، وكمان في الخلفية كمان موجودين كمان هنا في المنطقة الشاطئية الباسكت بول وكمان الفوتبول، وكلهم مليانين بالزائرين. كل يوم فعاليات جديدة في المنطقة الشاطئية والترفيهية من أجل إسعاد جمهور وزائري مهرجان العالمين في نسخته الثانية، وكل يوم فعالية جديدة زي ما كل يوم بقول لكم فعلا في فعاليات جديدة. والحقيقة الأسبوع اللي فات وبداية الأسبوع ده مليء بالفعاليات. يوم الجمعة والسبت اللي فاتوا كان في سباق السيارات ريفتاب، وكان يوم الجمعة سباق السرعة، يعني أسرع زمن هو اللي بيكسب، وكان بدأ السباق من 4:30 مساء واستمر ل 12:30 صباحا. وكمان يوم السبت كان برضو ضمن إطار سباق سيارات ريفتاب، كان سباق درافتنج وبدأ 6:30 مساء وانتهى 1:30 صباحا، وده طبعا في إطار ريفتاب وسباق سيارات ريفتاب داخل مهرجان العالمين في نسخته الثانية. أما بقى يوم الجمعة اللي فاتت طبعا كلنا عارفين إن كان في حفلة الهضبة والنجم الكبير عمرو دياب على مسرح اليو أرينا بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض، وكانت حفلة مميزة جدا ومليئة بالجمهور كعادة الهضبة عمرو دياب وحفلات الهضبة عمرو دياب. يوم السبت كان حفلة النجمة اللبنانية ديانا حداد. فاطمة شايفة وراكي يعني حشد كبير أو عدد كبير من الناس الحقيقة الحريصة أنها تيجي وتشوف إيه اللي بيحصل في مهرجان العالمين، يعني كلميني عن تواجد الجمهور وكمان حفلة ديانا حداد اللي كنت هتتكلمي عنه، وكان يمكن كمان مليء من كتير من الناس اللي بتحب ديانا حداد. في الخلفية زي ما قلت لك هي فرقة المنيا للفنون الشعبية، وسط تواجد كبير جدا من رواد وزائري مهرجان العالمين في نسخته الثانية، وعدد كبير جدا من الأشخاص والفئات العمرية المختلفة والفئات الاجتماعية المختلفة والأعمار السنية المختلفة. كمان زي ما شايفة في ولاد وبنات وأطفال ورجال ونساء موجودين لاستمتاع بعروض قصور الثقافة وفرقة المنيا للفنون الشعبية، وزي ما قلت لك كل يوم فرقة فنون شعبية مختلفة تابعة لقصور الثقافة لإمتاع اللي جعل حالة من البهجة كده لكل زوار مهرجان العالمين في نسخته الثانية. ففي حالة كده من البهجة والسرور والاستمتاع وأغاني وعروض شعبية مستمرة. أما بقى عن حفلة النجمة اللبنانية ديانا حداد على المسرح الروماني، كانت حفلة مميزة جدا، وتألقت ديانا حداد بعدد كبير من الأغاني، وتألقت كمان بفستانها ولونه اللي كان فعلا رائع كعادة ديانا حداد، وفعلا كانت وحشانة ووحشة كل جمهور اللي كان حاضر الحفلة على المسرح الروماني. وديانا حداد وحفلة ديانا حداد كانت في ضيافة الإعلامي الكبير شريف مدكور ضمن حلقاته وبرنامجه 4 شارع الشريف، وكانت حلقة مميزة جدا، وصرحت إن فعلا الجمهور المصري وحشها جدا لأن كانت آخر حفلة واجهت بيها جمهور وشاركت فيها الجمهور، كانت آخر حفلة ليها كان 2021 في دار الأوبرا المصرية. فبصراحة كان وحشة كبيرة ما بين الجمهور، وكمان اشتياق كبير من ديانا حداد للجمهور المصري. والصراحة طلبنا عدد كبير جدا من أغاني لأن كنت حاضرة الحفلة، وكانت حفلة مميزة جدا. غنت بدأت طبعا الحفلة بساكن وغنت أغاني كتير جدا، وجمهور طلب منها عدد كبير من الأغاني، غنت إلا الناس جرح الحبيب أماني وغيرهم من الأغاني المميزة، وغنت في الكلور اللبناني، وكانت من ضمن الحضور الفنانة والنجمة فيفي عبده. كانت أول ما دخلت عايزة أقول لك يا ليلى كان في حالة من البهجة والسرور، الناس كلها حبت وجودها جدا، وكان في تفاعل كبير جدا ما بين أكيد كانت حفلة مميزة زي مختلف فعاليات المهرجان. أكيد هنرجع لك تاني ونعرف تفاصيل أكتر عن اليوم وبقية أنشطة الأسبوع. بشكرك شكرا جزيلا فاطمة خليل.